بموضوع رح ارجع على كلام سماحة السيد حسن نصر الله بالامس اللي كان اهم ما قاله حول موضوع الترسيم، مثل كانه رجع عمل توازن الرعب امبارح، ثبتها اذا في حال العدو الاسرائيلي بده يبلش بالتنقيب بالمنطقه المتنازع عليها، كل امكانياته لحزب الله والمقاومه هي للدفاع عن ثروه لبنان. هل برايك نحن امام فتح جبهة جنوبا مع العدو الإسرائيلي؟ هلا من دون شك انه اسرائيل عندها مطامع بالغاز، ولكن انا ما بعتقد انه شايف المنطقه رايحه على اذا بدك على تطور امني او عسكري دراماتيكي. يعني بالاخر في قواعد للصراع الاقليمي والكل متبع هيدي القواعد. انا ماني شايف ابدا انه نحن رايحين على اي مفاجاه على هالمستوى هيدا، مع العلم انه اسرائيل ومن وراء اسرائيل عنده مطامع بالغاز تبعنا وعنده مطامع بثروه لبنان النفطيه. نحن علينا كلبنانيين انه يكون في عنا تفاهم واضح، يكون عنا تضامن داخلي واضح حول كيفية حماية ثرواتنا النفطية والغازية. بس ما في موقف محدد، ما في موقف موحد من السلطات اللبنانية بتشوف سعادتك، يعني بموضوع الترسيم تحديدا، البعض يقول انه هيدا الخط بدنا نعتمده، والبعض الآخر يقول هيدا الخط بدنا نعتمده، وبالتالي هيدا الضياع عم يستفيد منه العدو الإسرائيلي. لقلك شغلة، المشكلة منا داخلية بقدر ما هي مشكلة إقليمية ومشكلة دولية. أنا بعتقد أنه لحظة اللي إسرائيل ودول الغرب بيريدوا بشكل واضح وبتصميم وبنوايا صافي انه ينهوا هالنزاع هيدا بينهوه. يعني نحن المشكله الداخلي، السبب مش المشكله الداخلي، او ما بدي اقول مشكله داخلي، التباين بوجهات النظر بالداخل حول ترسيم الحدود. نعم، المشكله الاساسي هو موضوع الاسرائيلي ومن وراء إسرائيل والمطامع بالغاز اللبناني وبالثروة النفطية اللبنانية، مش بالداخل اللبناني. بالداخل فيه بعض التباينات مقبولة، يعني ما بتوصل لحد عرقلة مسألة الترسيم. بالعشر دقايق الأخيرة المتبقية بحلقتنا بدنا نحكي عن موضوع انتخابات كسروان، تحديدا كسروان اللي تعد معقل المسيحيين وهي اللي بترشح الرئيس القوي للجمهورية. اليوم هل اختلفت يعني واقع كسروان بهيدي الانتخابات، وتحديدا انه نتائجها كانت معروفه بال 2018، اليوم نتائجها متخوف منها الكثير من الاطراف المسيحيه؟ لا نعترف بشغله اساسيه، انه التيار الوطني الحر بداعي اول شيء انخفاض الشعبيه بشكل عام او تراجع الشعبيه بشكل عام. نعم. النقطه الثانيه القانون، هو القانون بحد ذاته، هذا القانون ما بقى يطلع في حدا مكتسح وفي حدا مهزوم، في حدا بيربح، يا بيربح مقعد بالزايد يا بيربح مقعد بالناقص. فلذلك واضح انه كسروان رح تكون بالمرحلة المقبلة هي مشكلة من إذا بدك مجموعة قوى، والأهم بالمرحلة الجاية أنه القوى إذا بدك المستقلة منها بعض البيوتات السياسية، منها بعض إذا بدك الوجوه اللي متحالفة مع المجتمع المدني او غيره،
يعني في لها حضور أكبر بكتير من الانتخابات الماضية. نعم. هذا اللي فينا نقوله. وأكيد على حساب مين؟ على حساب التيار الوطني الحر. التيار الوطني الحر كان بالانتخابات الماضية أخذ نص المقاعد وحده مع تحالفاته السياسية. يعني وحتى البعض ما رح تصير هيدي المره، لحتى البعض يقول انه يعني رفض لائحه التيار الوطني الحر اخذت 4 نواب مره الماضيه. نعم. هاي المره ما بتتجاوز النيبين. حتى مستحيل اذا قدرت توصل لنيبين. حتى البعض يقول انه يعني التيار الوطني الحر ومن خلفه رئيس الجمهوريه رفض اجراء الانتخابات النيابيه الفرعيه حين خوفا من هذه النتائج، لحتى ما يبين هيدا التراجع الشعبي لفريقه السياسي. صحيح. صحيح. طيب. وخالف الدستور. وخالف الدستور لأنه في مخالفة واضحة للدستور فيها هيدي. يعني الدستور اللبناني بنص على ملء الفراغ بأي مقعد نيابي شاغر إذا كان شغر هالمقعد أكثر بأبعد من 6 أشهر من انتهاء مدة ولاية المجلس. البعض يقول يعني إذا قبل ب6 أشهر من انتهاء مدة ولاية المجلس لا مش مجبور يعمل انتخابات، بس إذا أكثر من 6 أشهر مجبور يعمل انتخابات. دعا لها من قبل أكيد رئيس مجلس النواب، ولكن ما في حدا استجاب. ولكن البعض يقول إنه حضرتكم كتكتل وطني عم بتحضروا كنتوا لهذه الانتخابات من وقت تأليف الحكومة، وعينتوا وزيرين من كسروان تحضيرا وتمهيدا للانتخابات الرئاسية. هل حضرتك شخصيا بكسروان رح تكسب من تراجع التيار الوطني الحر لصالحك؟ أنا أو غيري. هلأ خلي الناس هي تقرر، ليش نحن بدنا نطلع نحكي؟ مش حلو الواحد يطلع يحكي عن حاله انتخابيا او غير انتخابيا. نحن اللي بنقوله الشيء اللي واضح انه الاكتساح اللي كان يصير للتيار الوطني الحر بالسابق ما بقى راح يصير، وما بعتقد انه في اي فريق سياسي او اي حزب سياسي بالمناطق اقله المناطق المسيحيه راح يكون عنده اكتساح. وهيدا شيء انتبه مني، هيدا دليل، يعني هيدا دليل صحة، وهيدا دليل عافية، وهيدا دليل بأنه رجعوا المسيحيين إذا بدك للتصويت الطبيعي تبعهم، للتصويت الطبيعي، لأنه المسيحيين انعرفوا بالتعدد، المسيحيين انعرفوا بالتنوع. حتى بايام الرئيس كميل شمعون والعميد ريمو قدي والشيخ بيير جميل، شوفي كم نايب كان عندهم، كميل شمعون وبيير جميل ريمو قدي، وكم نايب مستقل كان فيه، وكم نايب من البيوتات السياسيه كان فيه. لانه بالاخر ما بيصير لا عند المسيحيه ولا عند غيرهم انه اي طائفه تختزل بحزب او بحزبين. مش هيك لبنان. لبنان هو التعدد، لبنان هو التنوع، لبنان هو الانفتاح. بعدين هيدا الشيء مسألة حصر المجلس النواب ب5 كتل كبار، ما هيدا عم بيسهل شو؟ عم بيسهل الصفقات التجارية والصفقات المادية، وعم بيسهل يعني صفق صار مثل مجلس النواب صار مثل مشكل من 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 كارتيل بيترأسوه 5 6. اي مشروع بالدنيا بيمشي واي مشروع ما بالدنيا ما بيمشي. مش هيك لبنان. لبنان هو بالتنوع، هو بالتعدد، هو بالشخصيات المستقله، هو بالشخصيات النقابيه، بالشخصيات الطالعه من البيوتات السياسيه، بالشخصيات كمان الحزبيه. انتبهي، انا ما عم اقول ما بدي الاحزاب. نعم. ما حدا يفهم غلط، بالعكس بدي الاحزاب تاخذ دوره وتاخذ اكثر من دوره، بس كمان القوى المستقله لازم تاخذ دوره، وكمان البيوتات السياسيه لازم تاخذ دوره، وكمان جمعيات المجتمع المدني لازم تاخذ دوره. لبنان اهميته بالتعدد.
بدأت توضح التحالفات اللي رح تصير بكسروان، يعني حضرتك شخصيا هل رح تتحالف مثلا مع بعض وجوه المجتمع المدني، هل رح تتحالف مع حدا من الأحزاب أو حتى النائب السابق منصور غانم البون؟ في يعني مشهد صار واضح بهذا الخصوص؟ أوف، انقطع الخط. ليه؟ رح عم نرجع نحاول نتصل بالنائب فريد هيكل الخازن بالدقيقتين المتبقيتين. بهذه الأثناء يعني صدر عن حركة أمل بيان قال ردا على التيار الوطني الحر: فعلا إن لم تستحي فافعل ما شئت. لم يعد يخجل التيار الوطني الحر في بياناته من العيوب والمصائب التي أدخل فيها البلاد خلال عهده وصولا إلى قعر جهنم، وفق ما بشر رئيس الجمهورية اللبنانيين في خطابه الأخير. وبات هذا التيار في ظل البطالة والإرباك السياسي والشعبي الذي يعيشه يحاول الهروب وخلق سيناريوهات وهمية وفاشلة من عقله المريض للتغطية على واقعه وعلى ما ارتكبته من جرائم سياسية ومعيشية بحق اللبنانيين. وهو تيار يحاول استغلال تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع الفتن والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين حركة أمل وحزب الله، والذي تعمد بدماء الشهداء الذين سقطوا في الطيونة جنبا إلى جنب ليجسدوا عمقه في مواجهة تسييس القضاء. سعادتك أكيد يعني قدرت شوي استمعت لبيان رد حركة أمل، يعني كان في اتهام واضح للتيار الوطني الحر ومحاولاته يعني شرخ بين الثنائي الشيعي، وكان في رد قاسي اللهجة. هيدا ما ببشر بأي تفاهمات أو أي حوارات تحديدا بين العدوين اللدودين، إذا فينا نقول الرئيس بري والرئيس ميشيل عون، وما بين حركة أمل والتيار الوطني الحر. هل هذه سينعكس فيها إيجابيا أو سلبيا على الانتخابات النيابية المقبلة؟ هيدي كلها سمعني كثير بعد هيدي بكير تبين هيدي للانتخابات. نعم صرت عم بسمعك، لأنه حتى مذكره أنه لو رئيس الجمهورية كان بده يقوم بواجباته كان ما تقاعس عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب 11 نائبا بدل من النواب الذين استقالوا، وهيدا حضرتك كنت عم تحكي فيه كمان أيضا أنه خرق دستوري. بسؤالي الأخير اللي كنت عم بسألك عنه عن وجهة التحالفات، هل باتت واضحة تحالفاتك؟ هل أرسيت على وجوه معينة؟ وما هو وضع النائب السابق منصور غانم البون؟ راح ترجع تتحالف معه بالانتخابات 22؟ أنا ما عندي مانع أنه أتفاهم مع أي شخصية مستقلة بقدر أنه يكون في يعني إذا بدك تفاهم سياسي بالحد الأدنى، لأنه أنت بتعرفي أنه الانتخابات النيابية القوى السياسية المختلفة بتتحالف مع بعضها. منشوف الانتخابات النيابية بفرنسا كيف بتصير، منشوف الانتخابات النيابية بالبلدان الديمقراطية المتطورة بأوروبا كيف بتصير، بيجتمع اليمين مع الوسط، بيجتمع اليسار مع اليمين، بيجتمع. فمن هون أنا اللي بقوله أنه نحن، أنا الأساس عندي أنه أنا شخص يعني شخصية مستقلة، وأي جهة سياسية مستقلة مثل كان النائب منصور غانم البون أو تحديدا الدكتور فارس سعيد، هل في انسجام انتخابي أنوية وفي يعني خلينا نقول في شبه تفاهم على الانتخابات المقبلة، بعد ما في تفاهمات كاملة 100% لأنه بعد ما حان الوقت، ولكن فيني أقول أنه أنا اليوم مع الدكتور فارس سعيد في تواصل دائم وفي انسجام انتخابي كامل.
ألا يكون يعني تحالفك مع الوزير السابق سليمان فرنجية يعني حائل دون إجراء أي تفاهمات مع النائب السابق فارس السعيد؟ لا أبدا أبدا، بالعكس بالعكس، الدكتور سعيد عنده موقفه، أنا بحترم له موقفه كتير، بحترم مبدئيته وهو بيحترم لي موقفي وبيحترم مبدئيتي. لأنه خليني أقول لك شغلة بالآخر، منطقة كسروان جبيل ما فينا نسيبها نحن بس للأحزاب السياسية، وتبين بالآخر أنه الأحزاب السياسية يعني بتتعاطى مع الناس بالخطاب السياسي، بتتعاطى مع الناس بالإيديولوجية السياسية، بتتعاطى مع الناس عن المنبر، بس بالآخر الشعب ولاد كسروان جبال بحاجة للمستقلين، بحاجة للبيوتات السياسية، بحاجة أنه يبقى بيت الدكتور أنطون سعيد موجود بجبال ومفتوح لولاد جبال، وبحاجة أنه يضل بيت فريد الخازن موجود على تواصل مع الناس لخدمة الناس، مش بس بخدمة موسمية بأيام الانتخابات، بالتواصل بكل ايام بالاربع سنين. يعني في طبيعه علاقه بتربط البيوتات السياسيه بمعزل عن موقفها السياسي العام، اللي هو بالاخر ما في خاين ولا في وطني، في كل واحد عنده ربما بعض مع الاخر. الف مساله بتجمعنا، المصلحه المسيحيه العليا بتجمعنا، المصلحه اللبنانيه العليا بتجمعنا، مصلحه المنطقه، منطقة كسروان جبال اللي هي منطقة انحرمت، منطقة وصلت رئيس جمهورية. نعم. شو شافت هيدي المنطقة؟ شو شافت؟ روحي على المناطق التانية شوفي شو الشغل اللي انشغل فيها، وشو البنى التحتية اللي انعملت فيها. نحن معمل الزوق هاللي صار مقتل فوق مئات من الأمراض السرطان بالرواية وغيره بالساحل الكسرواني، وما حدا عملنا شيء. يعني بالآخر في مصالح مناطقية وفي مصالح سياسية بتجمعنا مع بعضنا، بتخدم منطقة كسروان وبتخدم منطقة جبال. فلذلك أنا اللي عم أقوله أنه لا، بحاجة أنه يرجع يدخل على المجلس النيابي نواب مستقلين محررين ما بيتلقوا الأوامر من الباب العالي، لا من هون ولا من هون، وهيدي كلها قواسم مشتركة بتجمعنا مع الدكتور سعيد. النائب فريد هيكل الخازن عضو التكتل الوطني، أنا بدي أشكرك كثير على هيدي الإطلالة معنا اليوم، على أمل يعني اللقاء بالاستحقاق النيابي المقبل وإجراء وتثبيت إجراء في موعده، وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.